رجاء الاشتراك في القناة من فضلك. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة على بعض النصائح المهمة علشان العظام بتاعتنا تبقى سليمة وفي حالة جيدة. أهم حاجة أو حاجة مهمة جدا بالنسبة للعظام المحافظة على الوزن المناسب والوزن الطبيعي بالنسبة للإنسان. مثلا لو في قدامنا انسان طوله حوالي 170 سنتي يبقى الوزن المثالي حوالي 70 كيلو جرام، يبقى لازم ان هو يكون محافظ على وزنه، الحفاظ على الوزن من خلال ممارسه الرياضه دايما بشكل مستمر، تقويه العضلات الجسم عموما والعنايه بالمفاصل والعنايه بالعضلات والتمرينات وتمرينات استطاله وتمرينات لتقويه عضلات الظهر وتمرينات لتقويه عضلات الركبه، وكذلك الغذاء السليم، الغذاء المتوازن اللي هو بيكفي احتياجات الجسم وبدون ما يكون فيه اوفر او يكون فيه رصيد زياده يتخزن في الجسم على هيئه دهون ويزود الاوبيستي وبالتالي يشكل خطوره على مفاصل العمود الفقري ومفاصل الركبه. يبقى الوزن مهم جدا، التغذيه السليمه مهمه جدا، الرياضه المستمره والمثابره واللي هي تكون بشكل يومي بحيث الواحد يعتني بالمفاصل ويعتني بالعضلات. من الحاجات المهمه جدا هي الوضع السليم اثناء الوقوف، الواحد لما يقف يبقى ظهره مستقيم ما يبقاش موطي لقدام، لما يقعد يبقى لازم يقعد على كرسي مثلا ويكون ظهره على استقامته وظهره مشدود، خصوصا بالنسبه لابنائنا اثناء المذاكره ما ينفعش ان هم يوطوا على الكتاب وبالتالي ده ممكن يبقى يشكل خطوره، يحصل انحناءات ويحصل تقوسات وعوجات في العمود الفقري. فبالتالي الوضع السليم اثناء الوقوف واثناء الجلوس واثناء المشي. ركز على المنتجات الالبان والكالسيوم والفيتامينز والمينرال لانها مهمه جدا بالنسبه لحيويه الانسان، والاهتمام بالنوم يكون بشكل معدل مناسب بالنسبه للجسم عشان الجسم يقدر ياخد راحته ويقدر يقوم بالعمليات الفيزيائيه والعمليات الكيميائيه. والمهم جدا ان الانسان يعتني بجسمه على ان هو ده الماشينه اللي ربنا اداها له علشان هو يعتني بيها ويحافظ على صحتها، علشان هي اللي بتساعده بان هو يقوم بالوظائف المنوطه به والاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفه بيها. فبالتالي الجسم لازم ان هو يعتني بيه، يعني لو حصل مشكله مثلا في الظهر او انزلاق غضروفي لا ينبغي ان هو يهملها ويسيبها تتراكم، والموضوع يبقى يكون في بدايته يبقى سهل وحله سهل، ربما يكون بعلاج ربما يكون بعمليه بسيطه، يسيب الموضوع يتفاقم بحيث ان هو لازم يعمل عمليه معقده وممكن يكون الاعصاب نفسها حصل عليها ضغط او حصل عليها مشاكل بحيث ان هو لو عمل عمليه بعد كده ما تحققش النتيجة اللي كان ممكن يحصل عليها من العملية في وقت مبكر، بالعلاوة على ان هو ممكن هو تضاف له مشكلة اخرى. يعني بنجد كتير من المرضى يبقى عنده مشكلة في العمود الفقري، مشكلة في الحوض، مشكلة في الركبة، وبالتالي بيبقى حل هذه الاشياء مع بعضها بقى فيه صعوبة، خصوصا لو اضيفت لهم مشاكل طبية مثلا حاجة في السكر، حاجة في الكبد، حاجة في الكلى وهكذا. فبالتالي يعني لازم الواحد يعتني بالجسم ويعمل له صيانة ويعمل له كير اولا باول، كل شيء بالاهتمام. ونتمنى لكم دايما تكونوا تعيشوا في صحة وفي احسن حال. من فضلك اعمل اشتراك في القناة واضرب على الجرس عشان يوصلك تنبيهات الحلقات الجديدة، وياريت تعملوا مشاركة او تشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.